أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة زي ما عودنا حضراتكم كل أسبوع عندنا رحلة طويلة ومهمة مع جدعان بلدنا، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أعلق على خبر شديد الأهمية. السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي قال إن حجم الاستفادة من مبادرات تسوية مديونيات المتعسرين من أصحاب المصانع أو القطاع الصناعي بأكمله اللي مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، أما القطاع السياحي أكتر من 10 ملايين جنيه. بلغت إجمالي هذه المبادرات اللي استفاد بيها أصحاب المصانع من الجادين حوالي 30 مليار و300 مليون جنيه، وقال إن حجم التمويلات الممنوحة لثلاث قطاعات شديدة الأهمية في الدولة، القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات، بلغت حوالي 254 مليار جنيه. هذه التمويلات بفائدة 8%. كل هذه الأشياء تؤكد مدى دعم الدولة لكل مصنع في مصر، للقطاعات الصناعية في مصر، للقطاع العقاري في مصر، للقطاع الزراعي في مصر. لما بنتكلم في حجم تمويلات بلغ 254 مليار جنيه، يبقى احنا في دولة بتشجع وتساند كل مصنع في مصر، كل باني عقار في مصر، كل من يزرع في مصر. أيضا عندما تساند الدولة أصحاب المشروعات المتعثرة في جميع القطاعات الاقتصادية بإجمالي 30 مليار و300 مليون جنيه، إذن نحن دولة نعي قيمة كل هذه المشروعات وأهمية وجودها في توفير فرص العمل. دي رسائل شديدة الأهمية وتدل على قوة الاقتصاد المصري. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهارده في برنامج الجدعان.